انطلقت اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أشغال القمة الإفريقية 29 بمشاركة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز إلى جانب عدد من وزرائه الأفارقة. وتناقش القمة على مدى يومين مواضيع عديدة من بينها قضايا الشباب ومحاربة البطالة والأمن والسلم في القارة الإفريقية. وفدنا إلى أديس أبابا محمد تقي الله الأدهم ومزيد من التفاصيل. تحت شعار تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب، شهدت العاصمة الأثيوبية أديس أبابا انطلاق أشغال القمة 29 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز حضر إلى جانب نظرائه الأفارقة جلسة افتتاح القمة التي تضع نصب الأعين سبل إسكات صوت المدافع في إفريقيا من خلال نقاش مستفيض لتقرير مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن فض الصراعات والنزاعات، إضافة إلى مقاربة خاصة بآليات أنجع وأجدى لمحاربة الإرهاب. ضيوف أديس أبابا منحوا بالغ الاهتمام لملفات الهجرة واللاجئين وإصلاح وهيكلة الاتحاد الإفريقي وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، فضلا عن المستجدات في الشأن الليبي والوضع الأمني في جنوب السودان. الرئيس الدوري للاتحاد الرئيس الغيني ألفا كوندي استعرض في كلمة الافتتاح دلالة ومغزى الاهتمام بالعائد الديموغرافي، مؤكدا أن شباب القارة يمثلون 70% من السكان وهم بذلك مرتكز وضمان التنمية والرقي. ودعا كوندي إلى مواجهة صارمة وحازمة لجملة التحديات الكبيرة المتمثلة في الإرهاب والجفاف والتدهور البيئي ومراجعة المنظومات الصحية والتعليمية. الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن حيا وفود الاتحاد مثمنا المواقف المبدئية الشجاعة الداعمة للقضية الفلسطينية، حاثا على المناصرة والمؤازرة في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة. وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فقي محمد قد استعرض حصيلة مفصلة لأداء المفوضية مبرزا حضورها الواضح في مختلف المحافل الدولية. جلسة الافتتاح شهدت كذلك مباركته ودعم جهود الاتحاد الإفريقي من قبل الأمم المتحدة الممثلة من قبل السيدة أمينة أحمد الأمينة العامة المساعدة للمنظمة الأممية. الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي تبرع خلال الجلسة بصك مالي معتبر دعما لجهود الاتحاد. القمة العادية 29 عادت من جديد طرح إشكالات عالقة منذ بعض الوقت، ربما